قلت راه معاشره معايا واحد العدد هذه مده معايا ساكنه معايا هنا. الاول كان زينه ودابا ولات وعارت واخا تهضر معاها ما تواجبكش لا ما تجي عندك ما تقرب لا والو. الله يهديها على نفسها. شكون غادي يقابل البهايم؟ شكون غادي يقابل الفول؟ شكون غادي يقابل الجلبانه؟ شكون غادي يقابل الزيتون؟ ما بغيتش نخويا انا الصراحه. هذا هو علاش انا قعدت الاسم العقادي الحاج والسكنه عين الحجامين والعمر 6 87 هذا هو. جوت في 64 وتعاشرنا انا والمراه واحد العدد كبروا الاولاد مشاو كل واحد فيهم مشى البنات تزوجوا بقيت غير انا والمراه. دابا المراه عندي ولات عيات غادي نبدلها ولا قدرتي تبدلني يا خويا؟ ايوا صافي هادشي لي ولات على خاطرها دابا. ايوا شغنقول لك على خاطرها. لا لا فين غادي نبدلها؟ غنصيب شي وحده هذيك راه فيها الخيرات هذيك ولدت لك 15 خلق. راسي راه غادي ترجع ليا وانت صدعتيني في راسي. ايوا اش غادي نديرو؟ رانا مريضه يا خويا. الله يشافي الله يشافي. الولاد قال لك الوالد يلا نمشيو للمدينه. قلت له لا نقعد انا في الباديه في بلادي نعيش باش ما طلعت المدينه ما نقلش فيها انا تنهار ما تنبغيش فيها اسمو الميكروب. الميكروب كاين في المدينه الريحه وما في العربيه في الباديه مزيانه مزيانه الباديه ماشي كي بحال المدينه. تعطيني اللي بغيتي الأرض ديالي وأنا عارف كيفاش ندير معاها حتى نعطيها الوقت للبلاد ماشي تنغشها نخدم مزيان ومن بعد تنسالي ديالي تنمشي عند الناس نخدم معاهم. تنعرفوا ومدة هذه راه تقريبا 50 ولا كذا. سيدا بغا يولي عليا باترون وانا خدمت كثار منه وخير منه ما يتعوش عليا من ناحيه ديال الخدمه. واخا نتناقلوا واخا نتخاصموا راه شويه تنوعطى نرجعوا وتنكملوا الخدمه وتنجيو. عارف كالمستقبل ان شاء الله غادي نجيب شي بقره والغنم واحد العوده بزاف ما غاديش نجيبو ان شاء الله. الى بغيتوا تشوفوا قصص اكثر من قصه انسان شاركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات. ولا عجبكم الفيديو شاركوا الرابط مع اصدقائكم وكتبوا لنا تعليقاتكم. ولا عندكم مقترحات وبغيتوا تشوفوها كقصص في قناتنا كتبوها لنا في التعليقات.